هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. صدمة جديدة لمدرب الوداد وليد الركراكي. يغيب صلاح الدين بن يشو عن فريق الوداد الرياضي لثلاث أسابيع بعدما أجريت له عملية جراحية يوم الاثنين الماضي بمصحة خاصة بمدينة آسفي إثر إصابته بالتهاب الزائدة الدودية. سيكون المهاجم بنيشو تحت رقابة طبية بتنسيق بين الطبيب المشرف على العملية والطاقم الطبي للوداد حتى يسترجع اللاعب عافيته ويتجاوز كل تداعيات العملية الجراحية التي أجراها. وتفاعلت جماهير الوداد الرياضي بشكل كبير مع إصابة المهاجم بنيشو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدمت له كل الدعم والمساندة المعنوية من أجل العودة سريعا للملاعب. ونجح المهاجم بنيشو في تقديم مستويات جيدة رفقة الوداد، ويعد من اللاعبين الأساسيين الذين يعتمد عليهم المدرب الركراكي في مركز الهجوم، خصوصا في ظل توفره على تقنيات فردية جيدة وسرعته في قيادة الهجوم للوداد. وساهم تألق بنيشو الموسم الماضي مع فريقه السابق أولمبيك آسفي في توصله بعدة عروض مغرية قبل تفضيل الانتقال للوداد بتوصية من مدرب الركراكي. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.